مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم أبرز ما جاء في أخبار جريدة أصوات. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 91 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا. توقيف برنامج انطلاقة لتمويل مشاريع الشباب والمقاولات الصغرى بشكل مؤقت. المدارس الخصوصية تعفي الأسر الأكثر تضررا من الواجبات الشهرية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 91 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 1275 حالة، في حين كشف محمد اليوبي عن تسجيل 3 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 93 حالة مقابل 97 حالة شفاء. وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإدارة محمد بن شعبون أن برنامج انطلاقة لتمويل مشاريع الشباب والمقاولات الصغيرة متوقف حاليا بسبب أزمة كورونا، وأضاف بأن هذا التوقف مؤقت فقط، وأن هذا المشروع هو من أولويات الحكومة وسيتم مواصلة عمله بعد انتهاء هذه الجائحة. وصرح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن المدارس الخصوصية ستمد يدا مساعدة للأسر المتضررة من الجائحة، إما بتأجيل أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو الإعفاء منها إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة تقديم الآباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص والإدلاء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا. ومن جهة أخرى، عرفت عدد من نقاط البيع بمدن مختلفة توافد المغاربة بأعداد كبيرة من أجل شراء الكمامات في أول أيام إقرار إجبارية وضع الكمامات. وفي الجانب الاقتصادي، طلب الاتحاد المغربي للشغل بإعادة تشغيل وحدات النسيج والملابس الجاهزة التي تضم آلاف العاملات والعمال في تصنيع مستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات وبدلات المهن الصحية، مشيرا إلى ضرورة معالجة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على كل قطاع حسب خصوصيته. نهاية النشرة، إلى اللقاء.